سورية يا سورية سوريا شعب واحد أرض واحدة خبرت المحن وعانى أبناؤها عبر سنوات خلت أنواعا مختلفة من الإرهاب إرهاب الاحتلال العثماني والمستعمر الفرنسي وإرهاب التطرف والتدمير الذي بدا امتدادا لما خطط له الفرنسيون وما أراده العثمانيون وحدة الشعب السوري في مواجهة الخطر مهما كان قويا كانت الضامن الوحيد لتحقيق النصر على أي عدوان جلاء المستعمر الفرنسي كان انتصارا عظيما شارك في إنجاز أجيال وأجيال من الشعب السوري المواطن السوري طوال تاريخه لم يرتضي الذل، لم يرتضي لنفسه ان يكون تابعا لاي قوه استعماريه تحاول ان تغزو وطنه. عندما نقرا تاريخ سوريا سنكتشف ان هذا النزوع لدى المواطن السوري يمكن وصفه بالنزوع المتاصل في الذات السوريه. في في العقل السوري ولذلك عندما جاء الاحتلال الفرنسي للبلاد استطاع هذا النزوع المتأصل في الذات السوريه ان ينهض الى الحياه فيؤكد جداره الشعب العربي السوري بالحياه ضد مغتصبي ارضه ضد هؤلاء الذين ارادوا ان يلحقوا الارض السوريه والشعب السوري والوعي السوري والعقل السوري والاراده السوريه بإراده المحتل الفرنسي. حين نحتفل بهذه المناسبه العظيمه نستذكر أن هذا الشعب تكاتف ضد الفرنسيين من في كل الجغرافيا السورية تحت راية الوطنية الواحدة كان شعبنا مصدوما من نتائج الخروج العثمانيين من بلادنا لأن الذي كان يعتبره ثورة عربية آلت إلى أن يدخل إلى بلادنا سايكس بيكو فبالتالي الصدمة الجماهيرية التي حققتها سايكس بيكو جعلت شعبنا يتوحد تماما ضد سايكس بيكو وضد الفرنسيين ويتكاتف وبذلك الزمان حين اعلنوا عن الدوله السوريه في 8 اذار 1920 واتى بعدها انذار غورو استفز هذا الانذار كل السوريين مع ان فيصل خرج من دمشق مباشره الملك الذي جاء به السوريون لكي يكرموه هرب ولم يدافع عن الوطن وذهب يوسف العظمى مع الثلة التي كانت نواة الجيش العربي في سوريا إلى ميسريون يقاتل حتى لا يقال أن دمشق دخلها الفرنسيون بدون قتال استشهد يوسف العظمى ومن معه ودخل الفرنسيون هذه اللحظة بالذات من صالح العلي في الساحل إلى سلطان الأطرش في السويدة إلى أحمد مريود في القنيطرة إلى إبراهيم هنانو إلى فوز القوقجي إلى رمضان

اللحمه الوطنيه التي جمعت السوريين في مواجهه الاستعمار الفرنسي دليل على التنسيق والتكاتف بين كل مناطق سوريا على الرغم من ضعف وسائل التواصل حينها. شرف الوطني في ذلك الزمان جعل من محمد الاشمر يجول كل المحافظات السوريه وجعل من يعني كل ثائر حتى يقال ان صالح العلي كانت له جولات باتجاه المحافظات ونذكر نحن ان ابراهيم هنانو حين ضاقت عليه الامور وخذله الاتراك في ذلك الزمان ولم يعد يمدونه بشيء وبداوا يتعاونون مع الفرنسيين عليه فرحل الى باديه الشام ومن باديه الشام الى دمشق ومن دمشق الى السويداء واتى الى بيتنا الى بيت هلال عز الدين ونجم عز الدين في قريه الثعلة التي فيها الان مطار الذي شرفنا ايضا بقتاله ومن بيتنا ابراهيم هنانو ارتحل مع الثوار الى الاردن لان الانجليز كانوا قد وعدوه بشيء لكن خذلوه لاحقا. اذا هذه الاتصالات كانت دائما تحصل بالسير على الاقدام عند الابطال او على ظهر الخيول، المهم كانوا يتواصلون وكانوا يستسهلون الصعب لكي يدركوا المنى. من يقرأ تاريخ المقاومه السوريه للاحتلال الفرنسي يستطيع ان يتثبت ان ينتهي الى نتيجه مؤكده هو ان ثمه يعني اتصالات عظيمه كانت تنشا بين اطراف الجغرافيا السوريه فيما يتعلق بمقاومه المحتل الفرنسي ثمه ثورات فرديه او تشكل تشكلت من مجموعات بشريه قليله لكنها كانت على تواصل مع المجموعات البشريه الاكثر حجما وقوه في اجزاء مختلفه من الجغرافيا السوريه. هناك ثوره يعني دير الزور، ثوره الفرات التي غيبها كتاب التاريخ مع الاسف لم يلتفت اليها كثيرا، التي كانت على اتصال مع ثوره الشمال التي قادها ابراهيم هنانو، وثوره الشمال كانت على اتصال مع ثوره الساحل السوري التي قادها الشيخ صالح العلي، بالاضافه الى الثورات الاخرى التي اندلعت في اجزاء مختلفه من الجغرافيا السوريه. طرد المستعمر الفرنسي كان انجازا وطنيا جامعا ولكنه يري من جهه ثانيه انتصارا سياسيا تحقق من خلاله الحفاظ على وحدة التراب السوري. ثمة ارادتين تكاملتا فيما بينهما فانجزتا الاستقلال وانجزتا الجلاء الاراده السياسيه التي كانت تتشكل من قوى واحزاب وطنيه حقيقيه والاراده الشعبيه التي كانت رديفا حقيقيا لهذه الاراده السياسيه، ولولا هذا التكامل بين الارادتين ربما لاستغرق لا بقاء المستعمر في سوريا اطول مما انتهى اليه في السابع عشر من نيسان سنه واربعين هاتان الارادتان اللتان تكاملتا فيما بينهما هما التي استطاع هما اللتان استطاعتا ان تنجزا الاستقلال، ان تنجزا الجلاء. بهذا المعنى استطيع ان اقول لك بكثير من ال... يعني الوضوح التاريخي بكثير من التاكيد التاريخي ان الاستقلال الذي انجزه السوريون سنه 46 اكد قيمه متاصله في الوعي السوري هي هذه الوحده الوطنيه الجامعه بين ابناء المجتمع السوري بين ابناء الوطن السوري نحن في اللحظه التاريخيه التي نعاينها هي النضال الشعب السوري ضد الوجود الفرنسي أو ضد سايكس بيكو في ذلك الزمان لم تكن الأحزاب قد تبلورت بعد في الجمهورية العربية السورية يعني بدأت في الأربع وعشرين مع ظهور الحركة الشيوعية ومع ظهور الإخوان المسلمين ثم في الثلاثين مع ظهور القوميين السوريين وبدايات نمو البعث ثم في بداية الأربعينات حين أشهر حزب البعث العربي الاشتراكي الأحزاب التحقت في الحركة الوطنية في ذلك الزمان وكان الشعب قد تولى بمجموعه الفكره الجامعه التي تقول معا ضد الفرنسيين من اجل الاستقلال وهذا يعني ان الشعب حين يفرز لاحقا القوى الوطنيه الحزبيه فهي جاءت في خضم نضال ضد الاستعمار وفي خضم نضال من اجل بناء الوطن وبناء الانسان والتشكيل السياسي في ذلك الزمان كان يعني انه معاضده للوطن الذي يقاتل الفرنسيين مرحلة مثلت كل المعاني الملحمية من تاريخ سوريا في مواجهة الأرهاب والفتن والتي يراد منها إضعاف سوريا واستهلاك طاقتها هؤلاء الأبناء الذين يقاومون الآن ويدافعون عن سوريا ويثبتون في مواجهة هذه الدول الاستعمارية التي تتقنع بأساليب وأشكال استعمارية جديدة مختلفة تماما عن تلك الاساليب التقليدية هم ابناء بررة، هم ابناء اوفياء حقيقة لابائهم واجدادهم الذين استطاعوا ان يدحروا الاحتلال الفرنسي. آه هذه هذه القيمة كما قلت لك قبل قليل المتأصلة في الوعي السوري في العقل السوري هي التي استطاعت ان تحمي سوريا طوال السنوات الست الفائتة. العامل المشترك بينهما هو تقسيم سوريا. الفرنسيون لم يقبلوا بالوحدة الجغرافية والتاريخية والديمغرافية للسوريين فقسموا سوريا إلى خمس دول الآن من ما الذي يريده هؤلاء الغرباء الآتون إلى بلادنا يريدون توزيع سوريا إلى إمارات صغيرة إذا ثم حسب المشروع الشرق الأوسط الأمريكي الصهيوني يريدون توزيع الشرق الأوسط إلى إمارات إذا نحن الآن أمام مؤامرة قتل الدولة الواحدة والجغرافيا الوطنية الواحدة أو, أو شرذمتها وكنا قبلا في الزمن الفرنسي امام سايكس بيكو التي شرذمت الامه العربيه الى 22 قطر وبدات تشرذم القطر الواحد الى خمس دول اذا هناك عامل مشترك كبير هو انه كل من يتصل بالاستعمار لا يقبل وحده بلادنا لا الوطنيه ولا القوميه هذا يعني ان الذين ياتوننا اليوم بمسميات الربيع وغير الربيع ليس امامهم ابدا من هدف كبير الا تمزيق الجغرافيا السوريه وتدمير الدولة وتفكيك المجتمع هذا هؤلاء هم الاستعمار المتجدد لكن مع الاسف باسلامنا ما تتعرض له سوريا من ارهاب تظهر فيه يد الاستعمار القديم على شكل ادوات جديده وعملاء ومرتزقه ترعاهم العثمانية الجديده ودول غربيه تحن الى ماضيها الاستعماري الشعب الذي انجز الاستقلال انجز الجلاء هو, هو الشعب نفسه بل احفاده الان ابنائه الذين ينجزون هذه المقاومه العظيمه ضد الارادات الاستعماريه التي تحاول ان تستتبع سوريا لارادات استذأبت تغولت في محاوله فرض هيمنتها ووصايتها على السوريين. السوريون امتحنوا في الزمن الفرنسي وكانت كان الجامع الاعظم بالنسبه لهم هي الوطنيه السوريه التي يجب ان تنتصر دائما على الوجود الاستعماري. فالوطنيه السوريه دحرت الاستعمار في ذلك الزمان، كل قوى الشعب تعاضدت في ذلك الزمان ان كان عبر التقسيم الاجتماعي او عبر التقسيم الروحي الذي هو يعني تتمتع به بلادنا، يعني بلادنا بلاد مزيج اجتماعي وروحي وسياسي. هذا المزايك تعاضد في ذلك الزمان وشكل اللحمه الوطنيه التي دحرت الفرنسيون الفرنسيين. الان السنة السابعة تدخل والشعب في سوريا ما زال متماسكا، هذا يعني أن جذور الوطنية السورية المتأصلة في التاريخ لا تقبل انقساما ولا تقبل اختراقا، الوحدة الوطنية التي يعيشها شعبنا الآن في ظل الدولة التي تمثل أعلى أشكال القوة الآن سوريا دولة قوية وقيادة سوريا قيادة حكيمة ولو لم يكن ذلك لكنا قد اندحرنا، نحن الآن أمام دولة قوية وأمام شعب متعاضد وأمام قيادة حكيمة لذلك ندير معركتنا بانتصار وان شاء الله سيكون يعني هذا النصر مؤزرا. مخططاته نفسها التي لم تتغير لكنها اتخذت لنفسها اقنعه جديده. تخلى الاستعمار القديم عن اساليبه الباليه التي لم تثبت جدواها في فرض وصايتها على الشعوب الناهضه الى الحياه ومضى باتجاه اساليب استعماريه جديده منها الغزو الثقافي، وانا اتحدث هنا بوصف رئيس الاتحاد الكتاب العرب، دعينا نتحدث عن استعمار تقنع باساليب جديده منها الغزو الثقافي للعقل السوري، للعقل العربي من اجل ان يفرض وصايات جديده على هذه الشعوب التي رفضت عبر الاساليب التقليديه ان تكون تابعه له، فبحث عن بدائل استعماريه، عن اساليب استعماريه بديله كي يستطيع ان ينفذ الى الوعي السوري او الى الوعي العربي ويقوضه من داخله لكن السوريين اثبتوا وانت تعرفين عندما نقرا الان مسار هذا الزيف الذي سمي الربيع العربي لماذا استطاع هذا الزيف المسمى ربيعاً عربياً ان يفرض حضوره ونيرانه في اجزاء اخرى من الجغرافيا العربيه في تونس في ليبيا في 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 غير جزء من الغرب لكنه اصطدم ارتطم باراده السوريين التي عوقت متابعه مساره سوريا حققت الجلاء وطردت المستعمر الفرنسي بوحدة شعبها حول هدف واحد هو الوطن واليوم ستطرد الإرهاب وتحافظ على استقلالها وسلامة أراضيها ووحده شعبها